أصدقائي السلام عليكم. أصدقائي اليوم غنشوفوا الفيديو ديال اليوم اللي كيهضر عليه صلاح الأزرق. فيديو اللي كيقول لهم علاش إثيوبيا دخلات، مصر دخلات، السعودية دخلات، والجزائر ما دخلاتش، اللي كنتو نتوما مروجين ليها هادي شهرين ولا 3 شهور، وانتوما الجزائر الجزائر الجزائر. اليوم غنشوفو التبهديلة اللي غيبهدل لهم صالح الأزرق، وتيقول لهم جاوبوني علاش حتى شي واحد فيكم ما بغا يجاوبني علاش الجزائر ما دخلاتش. نخليكم مع الفيديو ونتلاقاو في النهاية. أهلا بكم. أثار إعلان مجموعة بريكس لائحة الدول الجديدة المدعوة للالتحاق بالمجموعة أثار خيبة أمل كبيرة الحقيقة في الجزائر التي استبعدت من الانضمام إلى المجموعة في الوقت الحالي. فوجئت النخب الجزائرية بقرار بريكس دعوة 6 دول، هي السعودية، إيران، الإمارات، مصر، الأرجنتين وأثيوبيا أيضا، إلى الانضمام إلى عضوية المجموعة مطلع يناير القادم واستبعاد الجزائر. نذكر بأن بريكس تضم الصين، الهند، روسيا، البرازيل وجنوب أفريقيا، وتعد الدول الأربع الأولى الاقتصادات الأسرع نموا، وتسعى للتخلص من الهيمنة الغربية وسيطرة الدولار، وتشجع التعامل بالعملات المحلية في المبادلات التجارية. في الحقيقة عززت الزيارات الأخيرة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى كل من روسيا منتصف يونيو الماضي، والصين منتصف يوليو الماضي، وهي كبرى دول بريكس، والعلاقات الممتازة أيضا بين الجزائر وجنوب أفريقيا، إضافة إلى مشاورات اللحظة الأخيرة التي كان أجراها وزير الخارجية أحمد عطاف قبل أسبوعين مع سفراء المجموعة في الجزائر. عززت كلها من مؤشرات إمكانية أن تكون الجزائر ضمن دول بريكس قبل أن تتخذ قمة جوهانسبرغ الأخيرة قرارا أطاح بالطموح الجزائري. في هذا السياق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن معايير توسيع مجموعة بريكس تضمنت وزن وهيبة الدولة وما واقفها على الساحة الدولية، وهو الحقيقة ما زاد الطين بلة كما قال البعض. وأشار لافروف إلى أنه تم أخذ المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها السياسي وبطبيعة الحال موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة وفق قوله. وأوضح لافروف أن من الدول التي تحمل الأفكار المشتركة تلك التي تؤيد تعددية الأقطاب وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة وزيادة دور جنوب العالم في آليات الحوكمة العالمية. وقال إن الدول الست التي تم الإعلان عن اسمائها تستوفي هذه المعايير بشكل كامل كما قال. على كل حال، تقديرات جزائرية تعتبر أن التطور الأخير يفرض فتح نقاش جدي واستغلال الفرصة للتحلي بواقعية سياسية أكبر في إصلاح الاقتصاد الوطني. رئيس حزب جيل جديد جيلاني سفيان اعتبر أن الاستثمار الدبلوماسي والسياسي والإعلامي للجزائر ورئيسها للانضمام إلى مجموعة بريكس لم يستطع أن يعالج نقاط الضعف الهيكلية للاقتصاد الجزائري. تعتبر التقديرات أخرى أن حسابات بريكس ليست واضحة على مستوى المعايير والشروط الموضوعية، وأن هناك اعتبارات أخرى تتحكم في اختيارها أو في اختيارها شركائها الجدد، سواء من الناحية الاقتصادية أو العوامل الديمغرافية كأسواق جديدة تعزز التجارة البينية. ورغم أن الجزائر أكبر مصدر للغاز في إفريقيا واقتصادها متحرر من الديون وسجلت نسبة نمو إيجابية العام الماضي بلغت 4%، وبها ثالث أكبر احتياط عالمي للفوسفات وثاني أكبر منجم للحديد واحتياطات هامة من المعادن النادرة والثمينة، إلا أن كل ذلك لم يشفع لها للانضمام إلى بريكس. ويرجع ذلك بنظر متابعين لعدة أسباب مرتبطة بحجم ناتجها الداخلي الخام وتنوع صادراتها ونسبة النمو والاعتبارات الجيوسياسية والاستراتيجية والديمغرافية وعدد السكان. مجموعة بريكس إذن والجزائر، لماذا
تم قبول انضمام الإمارات والسعودية ومصر وهي ثلاث دول عربية، ولم تقبل دولة بحجم الجزائر وثروات الجزائر وتاريخ الجزائر. كما قلنا لافروف كشف عن معايير الاختيار وقال بأنها الهيبة والمواقف على الساحة الدولية. هذا يفرض السؤال من جديد، هل دولة مثل الإمارات وبحجم الإمارات هي أكثر هيبة وأكثر حضور دولي من الجزائر؟ لا أحد يعلم، ولكن على كل حال ربما المعلن من التصريحات أقل بكثير من الخفي من الإجراءات. على كل حال طيب، نعود للجمهور بعد قليل، ولكن دعونا نرحب بضيف حلقتنا الليلة لعله يجيب على بعض هذه الأسئلة. نرحب بالسيد عبد الكريم زغليش، الصحفي والناشط السياسي من الجزائر. سيد زغليش مساء الخير. كيف استقبلت الجزائر الرسمية والشعبية عدم قبول الجزائر في بريكس؟ شكرا على الاستضافة. أهلا بك. الجزائر استقبلت هذا الخبر، الحقيقة لا يوجد شيء مفرح في هذا الخبر للجزائريين. نظن باللي ربما هنا نقطة اتفاق ما بين المعارضة والنظام والشعب الجزائري. نظن باللي كل الجزائريين متفقين أنه أصلا لا يوجد شيء مفرح في هذا الخبر، لأنه يعتبر بطريقة ما، يعني نستطيع أن نقول حتى أنه يعتبر إهانة للجزائر وللجزائريين أجمعين. نحن كلنا في هذا البلد في باخرة واحدة اسمها الجزائر، مهما كانت الاختلافات ما بيننا سياسيا، يبقى يعني يبقى الموقف بالنسبة للنظرة الخارجية للجزائر يبقى موقف يستطيع الجزائريين أن يتفقون عليه جميعا. يعني الإجابة لهذا السؤال بكل صراحة وبكل وضوح، هذا الشيء ليس مفرح، لديه أسباب عديدة. نظن بالضبط، وهنا نبحث على الأسباب، وهذا ربما لأن الحسرة تمر حتما، ولكن السؤال الذي يفترض البحث هو لماذا قبلت أثيوبيا والإمارات ولم تقبل الجزائر؟ يعني نستطيع أن نلاحظ بسهولة يعني باللي أن المعيار الاقتصادي لم يكن هو المعيار الوحيد في هذا يعني في هذا الاختيار للبلدان الجديدة التي انضمت إلى منظمة البريكس. هذا الشيء واضح أن المعيار الاقتصادي لم يكن هو المعيار الوحيد، وربما من جهة الاقتصادية يعني كجواب أول نلاحظنا باللي ذهب يعني هناك اتجاه واضح إلى البلدان التي لديها ريزيرف تاع ليزيدروكاربور، يعني مدخرات المحروقات بطريقة كبيرة. يعني نستطيع نجبن يعني على سبيل المثال نتكلم على بتوع الأرجنتين، لن نستطيع أن نقول أن أرجنتين قوة سياسية في العالم وهي يعني حقيقة بلد مفلس بكل المعايير، لكن تم قبول الأرجنتين بدون من نذهبوش يعني السعودية والإمارات، هذا شيء آخر. يعني المعيار الاقتصادي لم يكن هو المعيار الوحيد، هذا شيء واضح باللي لم يكن المعيار الاقتصادي هو المعيار الوحيد، رغم ان يعني نقول لك اهم يعني الكريتير لقبول هي ان يكون الاقتصاد للبلد يتعدى 200 مليار دولار. نلاحظ باللي يعني ماشي جميع الدول الاقتصاد تاعها يصل، يعني حقيقه يعني يوجد معايير اخرى. يعني اثيوبيا عندها نشاط اقتصادي ونمو اقتصادي ب 9.9% دعنا نعرض المعايير كما ذكرها وزير الخارجيه الروسي لافروف، وتعرف روسيا حجمها في بريكس. لافروف يكشف عن معايير اختيار اعضاء بريكس الجدد ويقول هي الهيبه والمواقف على الساحه الدوليه. نعم، نرجع هنا ربما للأسباب الحقيقية لعدم قبول الجزائر، ويعني هنا نشوفه من نظرة أخرى، لأن الجزائر يعني الشعبوية التي يستعملها النظام الجزائري في تسيير شؤون البلاد والعبث والبروباغندا يستعملها النظام الجزائري لتسيير شؤون الجزائر في نظر الجزائريين، يظن أن الجزائر وحدها في الكرة الأرضية وأن العالم لا يلاحظ ماذا يجري في هذا البلد. هذا السبب فرجع يعني حول الجزائر من تاريخها العظيم يعني تاريخها العظيم في الساحة العالمية إلى الحالة اللي راهي فيها حاليا، وفقدت حقيقة أن الجزائر موقعها السياسي في العالم
وسيطرة، يعني الموقع اللي كان عندها في القوة السياسية الدبلوماسية التي كانت عندها الجزائر. وهذا هو السبب الرئيسي نظن اللي جعل المنظمة البريكس لا تت... ولكن يعني الذي يتابع الحقيقة التوجهات السياسية الأخيرة خصوصا في ظل الرئيس تبون يلحظ بأن هناك مواقف أكثر ثبات وأكثر قوة، وهناك ما يشبه التحدي لفرنسا، التوجه باتجاه موسكو وبكين، وأشاد كثيرون بهذا التوجه بأن الجزائر تجد مرة ثانية مكانتها على المستوى الدولي. يعني كيف يوصف هذا بأنه لا يمثل هيبة للجزائر واستعادة لمكانتها في المنطقة؟ لا يكفي هذا صديق، لا يكفي، لا ننسى أن منظمة بريكس أولا وقبل شيء كل شيء هي منظمة اقتصادية. التبادلات التجارية ما بين السعودية والصين تتعدى 100 مليار دولار سنويا، التبادلات التجارية ما بين الإمارات والهند تتعدى 59 مليار دولار سنويا. يوجد حقيقة يوجد أسباب سياسية، لكن لا ننسى أن منظمة البريكس أولا وقبل كل شيء هي منظمة اقتصادية. يوجد حقيقة يوجد أطراف سياسية، يعني يوجد مداخلات سياسية من عند الإمارات، أظن يعني هذه بكل صراحة، من الإمارات والسعودية للجزائر. حاليا العلاقات مع هذه الدولتين العربيتين المسلمتين يعني علاقات فيها مشاكل شوية، فيها نوع من الإحراج ونوع من المشاكل. أنا أعتقد أن يوجد تدخل من عند الإمارات، وليس الهند فقط هي الجهة الرسمية، لأن الهند والصين حاليا هما يقدمان كأنهما الجهة الرسميتين اللتين رفضتا انضمام الجزائر إلى منظمة البريكس. لكن أنا شخصيا أظن أن هناك أيضا من بريسيون ضغط تم من السعودية والإمارات لعدة مشاكل لن ندخل فيها الآن، المتوجدة ما بين الجزائر وهذه الدولتين العربيتين، التي يعني من أسباب رفض انضمام الجزائر إلى منظمة البريكس. الحقيقة من يبحث في هذا الجانب يعني بشيء من التفصيل سيد زغليش يرى بأنه العوامل ربما من بينها عوامل عديدة، لكن أهم عاملين وما تبحث عنه بريكس في النهاية، بريكس ليست جمعية خيرية لا تستقطب الدول فقط لبعض الامتيازات، هي يعني هي دول ذات مصالح، تبحث عن القدرات المالية الكبرى وتبحث أيضا عن التعداد السكاني. القدرات المالية واضح السبب لماذا، من قبيل السعودية والإمارات. أما التعداد السكاني 100 مليون فما فوق، فهذا أيضا حتى تتحول هذه الدول الأعضاء إلى سوق لبضاعة دول بريكس. الجزائر يبدو أنها لم تمتلك هذا المال الوفير ولا أيضا تعداد سكاني كبير، وبالتالي تم استثنائها. ننظرش يعني عادي تكون التعداد السكاني هو السبب، ننظر بلي هي القدره الاقتصاديه هي السبب الرئيسي. الجزائر حاليا يعني بكل صراحه بلد لا يوجد فيها اقتصاد، الجزائر بلد بدون اقتصاد، الجزائر في حاله لا يوجد مشروع اقتصادي اصلا في الجزائر حال الى يومنا هذا، لا يوجد مشروع، لا توجد شفافيه في القدرات الماليه للبلد، لا توجد شفافيه في الارقام. الجزائر ليست كما قلت يعني سابقا ليست وحدها فوق الكره الارضيه، والعالم الان مفتوح على كل الارقام. يعني الجزائر لا تمثل سوق للبريكس، لا تمثل سوق يهم البريكس، القدرات الاقتصاديه للجزائر لا تمثل سوق للبريكس. هذا ايضا يعني نقطه مهمه، ونرجع إلى النظام الجزائري والشعبوية والعبث الذي يستعمله النظام الجزائري في تسيير الأمور الداخلية، ويظن أن تسيير الأمور الداخلية يمكن له تسيير الأمور الخارجية بنفس الطريقة التي يسير بها الأمور الداخلية. رغم هذا الكلام أصر رغم هذا الكلام يعني على الجانب الاقتصادي اللي هو واضح ولا نقاش فيه، الجزائر ليست لها المؤهلات لتنضم الى منظمه البريكس، وهذا الكلام كنا احنا قبل ما تقدم الجزائر يعني طلب الانضمام، قلنا هذا الكلام من قبل ان من احسن تقويه الاقتصاد الوطني قبل الذهاب الى نوع هذه من النوع هذه المنظمات. هو المثير سيد زغليش، وربما ما يزيد ربما من مراره هذا الاحباط كما يقول البعض، ان الجزائر كانت يبدو بنسبة كبيرة تتوقع أنها ستكون من الدول الأوائل التي ستقبل في بريكس، زيارات لروسيا، زيارة للصين،
علاقات جيدة بجنوب إفريقيا، وضع اقتصادي يبدو إلى حد ما مريح، حتى أن الجارة الصغرى وهي تونس كانت تعول على انضمام الجزائر وربما انضمامها هي أيضا حتى يسهل حصولها على قروض، لكن لا انضمت الجزائر ولا تونس أيضا، تحقق جزء من أحلامها. طيب أنت الآن تتحدث على العوامل الداخلية، لو طرح السؤال ما المطلوب داخليا في الجزائر الآن، ماذا يجب أن يفعل؟ الشيء الأول هو يجب الابتعاد عن الشعبوية في إدارة البلد. يعني كنت تكلمني على المجهودات اللي دارتها الجزائر، في الحقيقة هذه مجرد دبلوماسية سياحية، لا لا لا، لا يكفي أن زيارة إلى بلد أو لبلد لضمان يعني بلدان المكونة للبريكس، زيارات لضمان دخول الجزائر في هذه المنظمات. يجب في الجزائر ان تكون هناك نظره اقتصاديه حقيقيه، اعاده النظر في طريقه تسيير البنوك مثلا، اعاده النظر في كل المجالات الاقتصاديه في الجزائر، راهي في السبعينات بعباره اخرى. المطلوب حاليا هو الابتعاد عن الشعبويه في اداره هذا البلد، والصفعه هذه تاع الرفض هذا من منظمه تبريكس. نتمنى جميعا، لان انا قلت اول كلمه قلتها لانه لا يوجد اي شيء مفرح في هذه القضيه، ولكن نتمنى ان تكون هذه الصفعه، لانها صفعه حقيقيه تجعل الجزائر تنظر بطريقه اكبر بلوس سيريوزمون، اكثر جديه في كيفيه الخروج تنشيط الاقتصاد الوطني والخروج من سياسة الريع وبيع المحروقات، ويعني تسيير البلد ببيع المحروقات. يعني لم إلى حد الآن، يعني كلام نستطيع أن نطول في هذا الكلام، لأن نقطة أخرى، يعني جميع الخبراء حاليا يقولون بأن الجزائر منا على 30 سنة لن تستطيع تصدير المحروقات، وما سوف تنتجه سوف يكفي فقط لاستهلاكها الداخلي، ومن على 50 سنة لن يكفي حتى الاستهلاك الداخلي. يعني الجزائر في أحسن الحالات بقي لها 30 سنة لتخلق اقتصاد لكي لا تنقرض ولا تختفي. إن لم يكن هنا في الجزائر ناس يعني مقتنعين بهذا الكلام، أن الخطر الآن خطر كبير، والخطر هو احتمال انقراض هذا البلد الذي عموده الفقر حاليا هو بيع المحروقات. لم يبقى إلى هذا البلد إلى 30 سنة من الخروج من هذه الحالة، حالة لا دولة، حالة لا اقتصاد التي نعيشها، للحفاظ على هذا الوطن، للحفاظ على هذا البلد. نتمنى أن تكون هذه صفعة البريكس يعني نقطة انطلاق للابتعاد عن هذه السياسات الشعبوية التي يستعملها النظام داخل الجزائر، ويظن أنه يستطيع أيضا استعمالها خارج الجزائر. السيد عبد الكريم زغليش، الصحفي والناشط السياسي، كنت معنا من الجزائر، أشكرك جزيل الشكر. لنرى الجمهور الجزائري ماذا يرى الحقيقة في هذه الصفعة كما أسمها ضيفنا، أو هذا الإحباط الذي حصل. يعني هل الجزائر بالفعل كان يحتاج إلى هذه الصدمة حتى يعود إلى جوانبه الداخلية لإصلاحها، جوانب اقتصادية وسياسية، لأن الحقيقة اللي يبحث تفاصيل كثيرة يعني اللي ذكرها ضيفنا، وهناك أشياء أخرى، حتى هناك من يتحدث عن تخلف كبير للنظام المالي والنظام المصرفي. يعني بعض الأصدقاء الجزائريين يروح يقول لك حتى البطاقة البنكية يعني في الشارع وفي بعض المطاعم والمقاهي لا تستخدم، يعني وهو حال العديد من الدول العربية للأسف. يعني ما زلنا إلى هذا الحد متخلفين. طيب نأخذ مشارك خالد من الجزائر، ويريت من الجميع الاختصار، تفضل. مساء الخير أخي صالح. مساء الخير. وزير الخارجية الروسي قد يكون وجه رسالة مشفرة للجزائر، يعني وزن وهيبة الدولة والمواقف الدولية هذه قد تكون، ولكن دخلت فيها مصالح أخرى. الصين اختارت إثيوبيا، أكثر من 100,000 صيني في إثيوبيا، وتستثمر فيها حوالي 12 مليار دولار. الاتحاد روسيا اختارت إيران لمواقفها، الأرجنتين البرازيل اختارت الأرجنتين للجيرة والقارة. نعم.
جنوب افريقيا قد تكون اختارت البلدان العربية من جهة اخرى لأسباب، وهي يعني سحب السعودية من يد امريكا والامارات. الهند اختارت مصر كسوق استهلاكية كبرى، يعني اكثر من 120 مليون ساكن الى اخره. هذه بالنسبة لي انا المعطيات. تبقى الجزائر هللت كثيرا لهذا وطبل الإعلام. الآن أي واحد يريد الاستثمار في الجزائر من الجزائريين يعاني مشاكل ويعاني بيروقراطية ويعاني داخلي الوضع لا ننظر إلى الوضع الجو العام في الجزائر، الجو العام في الجزائر، لأن هذه الدول لا تؤمن لا بالشرعية ولا بحقوق الإنسان ولا الفرد كإنسان فيها. هذه عندها يعني اقتصاد موجه بطريقة يعني براغماتية. الجزائر. طيب إذن حتى نختصر الحديث خالد، إذن المشكلة مش ربما تواضع مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن المسائل الأكثر إلحاحا هي الجوانب الاقتصادية. الاقتصاد الجزائري ما زال يدار بطريقة شعبوية كما أشار ضيفنا، أو البلد بكامله كما قال هو. على كل حال، هل ترى أنه بالفعل الجزائر عليها أن تراجع حساباتها من النوافذ والزوايا الاقتصادية؟ صدقني في هذا المساء كنت جالسا بالقرب من بنك، أكثر من 50 واحد يجول بالبطاقات يريد سحب دينار ما فيهش، يولوا يرجعوا الناس في عطلة تتحرك وينزل للبنك اللي بالقرب منه ويتحول البنك، ومن بعد يرجع بدون نقد. هذه المشاكل المطروحة، هذه الاسماء هذه الشبكة وسميها البنكية غير صالحة للوقت الحالي للاقتصاد والاستثمار. مدام يعني عندنا مثل شعبي يقول لك مد رجليك على قد لحافك، يعني مدام عندكم نظام مصري في مالي متخلف إلى هذا الحد، طيب تطالبون بالانضمام يقول قائل إلى بريكس، لماذا؟ هذه تدخل في إطار الهرولة للعهدة الثانية للرئيس الحالي. هذه تدخل في إطار الهرولة، يعني البحث عن الإنجاز المقبلة. شكرا لك خالد من الجزائر، أشكرك. نعم. أحمد من فرنسا تفضل. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام. مؤهلات إلى انضمام البريكس الجزائر، ويعني كما قال الأخ المحلل تاعك هذا الصفعة اللي يعني تلقاتها الجزائر. أنا أخي صالح ما نقول صفعة، لماذا؟ هي بكل صراحة الجزائر ولو حتى ما يقبلوهاش في البريكس كإعلامي يا أخي صالح، وانت تعرف ذا الشيء، عندنا نظام في الجزائر في الداخل تقريبا نقول لك كارثة، ولكن نسمو الأشياء بأسمائها. في هذه العام في عامين تقريبا تاع الكورونا نقولوا هذا الفانتروا، طيب. 22-23 سياسة الخارج لها مواقف شجاعة، لها مواقف. وما تنساش يا أخي صالح باللي البلد الوحيد في العالم اللي ما عندهش يعني كريدي، ما عندهش ديون، هذه وحدة. إثيوبيا احنا اللي مسحنا لها الدين. مصر كارثة. طيب أعطيني الزبدة الاختصار لو تكرمت، مع هذا الذي أشرت إليه هذه الدول قبلت والجزائر لا، لماذا؟ لماذا؟ هل تعلم يا أخي العالم اليوم، ولو ربما ما تقسمش معي هذه التحاليل، راهي تسير فيه الإمارات وتسير فيه إسرائيل. مصر مطبعة، إمارات مطبعة، السعودية قبض العصا من الوسط. سي نورمال يا أخي،
ما تنساش باللي الوسائل. شكرا لك أحمد، أشكرك أحمد من فرنسا، شكرا لك. يعني حتى نختصر، قال لك الإمارات هي يعني تقول كن فيكون، نستغفر الله. أنا لا أكاد أصدق ذلك الحقيقة. يعني عبد الحليم من كندا، السلام عليكم. وعليك السلام. هو من المؤسف يعني كعربي وكمغربي أن الجزائر لم يتم قبولها في مجموعة البريكس. أنا بالنسبة لي مجموعة البريكس هي ليست مجموعة، هي مجموعة اقتصادية، ولكنها ليست بالقوة التي يحاولون إظهارها، ولا بالتأثير الذين يحاولون إظهارها، ولذلك عدة مؤشرات. يعني عندما نرى في المؤتمر 15 مثلا المجموعة البريكس أن ليس لها ميثاق عام، ليست لها أمانة عامة، دعوات ترسل من طرف الدول المنظمة وليس من المجموعة ككل. يعني هناك تجاذبات سياسية، عدم حضور، يعني مثلا نرى عندما نرى مثلا عدم حضور بوتين الذي ضده يعني طلب مطالبة بالإحضار يعني عالمية، ولا يستطيع أن يذهب إلى جنوب إفريقيا، إذا ذهب سيتم تسليمه. مودي أيضا الذي رفض الخروج من الطائرة عندما أرسلوا له وزير يعني وزير من دولة جنوب إفريقيا لاستقباله. نرى كل هذا، نرى أن يعني هم لهم دول، يعني دول البريكس لهم يعني لهم توجه اقتصادي، ولكن التوجه ليس واضح، وتؤثر عليه يعني أصليا، تؤثر عليه أساسا الصين وروسيا. يعني هذو هما رأس النظام. يعني حتى الدول التي تم اختيارها بشكل فردي، يعني روسيا اختارت إثيوبيا، روسيا اختارت إيران، الصين اختارت إثيوبيا، البرازيل اختارت الأرجنتين. يعني لم يكن هناك توافق، يعني كل دولة اختارت دولة. طيب الجزائر كانت تتصور أنه عندها علاقات دولية وشبكة علاقات دولية مهمة، اكتشفت يعني رب ضارة نافعة، البعض يقول يعني قد يكون هذا كما يسمى بالإنجليزية wake up call، يعني وكأنه منبه كانت الجزائر في أمس الحاجة إليه، والآن جاء بطبيعته. يعني على الجزائر أن تنظر إلى نفسها، وضعها الاقتصادي، وضعها السياسي، علاقاتها الدولية، حتى تعيد يعني ربما تصويب كل هذا. ألا ترى ذلك بكلمة واحدة؟ هو الجزائر والدول المغاربية ككل عليها أن تعود إلى مشروعها الأصلي، مشروع المغرب العربي أو المغرب الكبير. وتكتل اقتصادي مهم، حتى يعني سكاني مهم، هناك أكثر من 100 مليون شخص، هناك ثروات، هناك علاقات اقتصادية، وكمجموعة سنكون أقوى من كدول فردية، وهذا سينمي الدول كاملة. وهناك تقارب، يعني حتى تقارب من ناحية اللغة، من ناحية العادات، من ناحية التقاليد، من ناحية شكرا الشغل. لك عبد الحليم من كندا، أشكرك، شكرا لك. فقدنا حكيم من بريطانيا وعبد الكريم من الجزائر، بإمكانهم إعادة الاتصال فيما تبقى من دقائق معدودة. يوسف من المغرب، تفضل. من كندا، أشكرك، شكرا لك. فقدنا حكيم من بريطانيا. يوسف تفضل، ويا ريت تبعد على التلفاز، تفضل. يوسف من المغرب، طيب اللي أهلا بكم. أثار إعلان مجموعة بريكس لائحة الدول الجديدة المدعوة للالتحاق بالمجموعة أثار خيبة أمل كبيرة الحقيقة في الجزائر، التي استبعدت من الانضمام إلى المجموعة في الوقت الحالي. فوجئت النخب الجزائرية بقرار بريكس دعوة 6 دول، هي السعودية، إيران، الإمارات، مصر، الأرجنتين وأثيوبيا أيضا، إلى الانضمام إلى عضوية المجموعة مطلع يناير القادم، واستبعاد الجزائر. نذكر بأن بريكس تضم الصين، الهند، روسيا، البرازيل وجنوب أفريقيا، وتعد الدول الأربع الأولى الاقتصادات الأسرع نمواً، وتسعى للتخلص من الهيمنة الغربية وسيطرة الدولار، وتشجع التعامل بالعملات المحلية في المبادلات التجارية. في الحقيقة عززت الزيارات الأخيرة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى كل من روسيا منتصف يونيو الماضي، والصين منتصف يوليو الماضي، وهي كبرى دول بريكس، والعلاقات الممتازة أيضا بين الجزائر وجنوب أفريقيا، إضافة إلى مشاورات اللحظة الأخيرة التي كان أجراها وزير الخارجية أحمد عطاف قبل أسبوعين مع سفراء المجموعة في الجزائر، عززت كلها من مؤشرات إمكانية أن تكون الجزائر ضمن دول بريكس قبل أن تتخذ قمة جوهانسبرغ الأخيرة قراراً أطاح بالطموح الجزائري.
في هذا السياق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن معايير توسيع مجموعة بريكس تضمنت وزن وهيبة الدولة وما واقفها على الساحة الدولية، وهو الحقيقة ما زاد الطين بلة كما قال البعض. وأشار لافروف إلى أنه تم أخذ المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها السياسي وبطبيعة الحال موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة وفق قوله. وأوضح لافروف أن من الدول التي تحمل الأفكار المشتركة تلك التي تؤيد تعددية الأقطاب وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة وزيادة دور جنوب العالم في آليات الحوكمة العالمية. وقال إن الدول الست التي تم الإعلان عن اسمائها تستوفي هذه المعايير بشكل كامل كما قال. أصدقائي وصلنا لنهاية ديال الفيديو، خليوا لي آراء ديالكم، خليوا لي التعاليق ديالكم، خليوا لي واحد اللايك، اشتراك اللي ما قيمة مشتركش، ونتلقاو في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً.